المركز رقم 170 في سبتمبر في عام 2013. هل تسيب العالم يحتل المركز رقم 156؟ طبعا مركز جيد بالتأكيد. هجمة انطلاقة مرة ثانية، ولكن الدفاع بقوة من تشاجو. يونغ يونو ميل، هجمة سريعة، تحرك استلام وباصة جميلة على الشمال أبو بكر، ولكن طولت منه. يطلع دفاع منتخب اندونيسيا، طلع برا تماس اللي صالح المنتخب الكاميروني. هذا رقم 5 مدافع على الاندونيسي يوهانيس اسجو. تتلعب على الشمال بسرعة لندي، لدفاعات اندونيسيا في نص ملعبهم لهاريانو، ولكن بخبرته قطعها بخبرة عالية. نجم طبعا يونغ يونو على الشمال، تصل لبيديمو لأبو بكر، المهارة تورت منه، تتردد من اقدام لاعبي اندونيسيا. تاس ناحية الشمال ناحية بيديمو، الهجمة عدى بيديمو بتاع خطورة، عدى وفات جبهة يسرى، عدى أول مرة في البوتاف، جوا جول. الهدف الأول، الجميل لصالح المنتخب الكاميروني في الهجمة الجميلة السريعة في الجبهة اليسرى، في التحرك والطول ممتاز من بيديمو، لعب عرضية جميلة ساحرة لبره، والتصويبة من اللمسة الواحدة جميلة بقدمين بقدم النجم بيديمو عشان يسجل مشاهدينا الهدف الأول. هدف تقدم، هذه الإعادة وهذه العرضية الساحرة من الباك الشمال على طول بيديمو، هذا عدى وفات ولمسة جميلة سحرية بقدم النجم الكاميروني فينسنت أبو بكر عشان يسجل الهدف الأول وهدف التقدم في الدقيقة 35 من الزمن الشوط الأول. هذا هو فينسنت أبو بكر، هدف أول في اللقاء، هدف الدولي الثامن للنجم الكاميروني في مشواره مع فريق الكاميرون. واحد ماشي حتى الآن الكاميرون